برضو ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هعمل معاكم فيديو جميل جدا هيعجب كل البنات وهيعجب كل الستات، وهو ازاي ننظف البوتاجاز بتاعنا ونخليه بيلمع ونخلي العيون بتاعتنا تلمع بالشكل الجميل ده. طبعا هقول لكم على المكون السحري اللي انا بحطه على البوتاجاز بيخليه يبرق ويلمع بالشكل ده. بصي يا حبايبي، هنا معايا البوتاجاز بتاعي زي ما انتم شايفين اهون، انا ما غسلتوش، قلت عشان نغسله مع بعض. طبعا اللي عليه دي ردة يا جماعة، مكان ما بسخن العيش الردة بتقع عليه بالشكل ده اهو، دي ردة بتقع من العيش على البوتاجاز. تمام. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هقول لكم هنعمل ايه. هنصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وطبعا زي ما احنا متعودين، لو الفيديو بتاعي عجبكم ياريت ما تنسوش تحطوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من اكلات ماماشي. طبعا انا هنا معايا البوتاجاز بتاعه زي ما انتم شايفين، انا سبته ما رضيتش اغسله، قلت اغسله معاكم. هنغسله مع بعض، وهنغسل الشبك الحديد ده، وهنغسل العيون، وهنلمعه وهنخليه بيبرق مع بعض، وان شاء الله باذن الله بمكونات سهله جدا وموجوده في كل بيت، مش اختراع ولا اي حاجه. حاجه مكون موجود في بيتك هيخلي البوتاجاز بتاعك يلمع وهيخلي العيون بتاعتك تلمع. طيب دلوقتي انا العيون معايا نظيفه، لو العيون مثلا فيها حرق فيها اي حاجه هنعمل فيها ايه؟ حاجه بسيطه جدا. هتعملي ايه؟ هتسخني العين قبل ما نشيلها. تسخني العين بتاعتك، تولعي البوتاجاز وتسخنيها. لما العين تسخن تسيبيها 5 دقايق تلاقيها سخنت، هتبدأ ان انت تشيليها بأي حاجة وتحطيها على الحوض، وتبدأ ان انت تدعكيها بالمكون اللي هقولك عليه. هنبدأ نشيل الحوامل بتاعتنا، ويلا بينا بقى عشان اقول لكم ايه هو المكون اللي انا هغسل بيه وموجود في كل بيت وهيخللنا البوتاجاز بتاعنا بيبرق وبيلمع. اول حاجة هلم الردة اللي على البوتاجاز بتاعي ده، هجيب فوطة وبالله شوية مية، وهبدأ ان انا اشيل الردة وبواقي الاكل اللي وقع على البوتاجاز بتاعي بالشكل ده كده بالفوطة هون. هلم بواقي الاكل كده اهو، وهلم الردة اللي وقع على البوتاجاز بتاعي بالشكل ده. انا عايزاه يبقى بيلمع اهو، هشيل الردة دي كلها اهو، مش هخلي عليه رد خالص بالشكل ده عشان نبدأ نغسل مع بعض. ايه دي بقى المكون اللي انا بقول موجود في كل بيت. طبعا كلنا عندنا صابون سائل او عندنا فيري او عندنا بريل اللي موجود، تمام. وطبعا كلنا عندنا برضو خل وعندنا ليمون. بتعصري ليمونتين وبتجيبي معلقتين خل وتحطيهم على الصابون السائل بتاعك، بس كده بس كده. هو ده المكون يا شيمو، هو ده المكون. لو انت العيون معاكي مصدية او محروقة او وقع عليها اكل ومش راضي يطلع منك، هتسخن العين كويس وتبدأي تاخدي المكون ده وتدعكيها بيه، هتلاقيها بتلمع وهتدعيلي. البوتاجاز بتاعك هتبل السلكة وهنبدأ ان احنا ندعك مع بعض. الشبك بتاعنا نفس الوضع، لو عليه اي دهون على اي حاجة هتسخنيه او تجيبي شوية مية تكون سخنة وتسيبيه فيه شوية، وبعد كده بالمكون ده وتبدأ ان انت تغسليه هتلاقيه بيبرق معاكي بالشكل ده كده. هبدأ اهو زي ما انتم شايفين ابدأ ادعك البوتاجاز بتاعي بالايه؟ بالمكون بتاعنا اللي احنا قلنا عليه، اللي هو الصابون ومعاه الخل ومعاه الليمون. مكون سحري يا جماعة. طبعا احنا كلنا عارفين ان الخل ده اصلا مطهر طبيعي، بيطهر البوتاجاز من اي حاجة، والليمون بيديله لمعة، الخل العلمي بيشيل الدهون، يعني هو والليمون الاثنين بيشيلوا الدهون، في اي دهون في اي رواسب في اي حاجه هيخليهولك بيلمع كده وبيبرق بالشكل ده كده. هبدا اجيب الازاز واجيب كله كده، اغسله كله بالشكل ده اهو. هدعك البوتاجاز بتاعي كويس جدا اهو. هنا في حته كانت سمرة شوية، بدأت ان انا اضغط عليها في ادعكها كده جامد، بدأت ان هي تلمع معي اهو. بصوا اي حتة تبقى كده اهو بالسلكة بتبدأي تدعكيها هتلاقيها بتلمع معاكي اهو بالشكل ده، سهل جدا. وهتلاقي البوتاجاز بتاعك بيبرق زي ما قلت لك، لو في اي عين عندك فيها اي حاجة بتبدأي ان انت تسخنيها الاول وتعمليها.
خليها تسخن شوية وبعد كده تبدأي تدعكيها، هتلاقيها زي الفل اهون بالشكل ده كده برضو. لو في اي اسمرار، في اي دهون، في اي حاجة على العيون، بتدعكها بالشكل ده. برضو الحامل بتاعي هبدأ برضو دعكه نفس الوضع عشان اشيل كل اللي عليه بالشكل ده كده اهون. انا هبدأ ان انا، بصوا هنا لسه الازاز بتاعي، همسك الازاز برضو وهبدأ ان انا ادعك الازاز بتاعي بالشكل ده كده نفس الطريقة اهو. لو في اي دهون في المكان ده اللي هو بتاع الازاز، ببدأ ان انا ادعكها كويس جدا علشان اطلع اي رواسب او اي دهون او اي بواقي اكل طارت او وقعت عليها. تمام. بعد كده هبدأ اجيب الفوطة بتاعتي، دي فوطة قطن نظيفة، هبدأ المع بها الازاز. هتبصي تلاقي الازاز، بصي بقى بيلمع. نفس الوضع همسك البوتاجاز بتاعي وابدأ ان انا المعه كده اهو. بصي هتبصي تلاقي البوتاجاز عاد بيلمع معاكي، فوطة نظيفة بقى او منديل نظيف، وتبدأ ان انت تلمعي بيه علشان مكان الفوطة الاولانية طبعا كانت اتملت صابون وكده، فطبعا من كتر الصابون اللي كان فيها برضو بيبقى باقي منها مية وكده. فانت تبدأي بقى بمنديل نظيف او فوطة نظيفة تنشفي كده. بصي بيلمع معاكي ازاي لحد ما تخليش عليه ولا نقطة مية بالشكل ده كده. نفس الوضع العيون اهو. وبكده نكون خلصنا البوتاجاز بتاعنا بالشكل ده. وطبعا الحوامل بتاعتي انا برضو مسكتها ودعكتها كويس على اساس ان مش يبقى فيها اي حاجة. بالشكل ده كده اكون خلصت معاكم تنظيف البوتاجاز بتاعي. زي ما انتم شايفين بالشكل ده بقى نظيف وجميل، يا رب يعجبكم. طبعا لو الطريقه بتاعتي عجبتكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من اكلات ماما وشيم. هتوحشوني يا احلى اخوات واحلى صحاب واحلى متابعين، ويا رب يكون الفيديو نال رضاكم ونال اعجابكم، وياريت ما تنسونيش في اللايكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.